في مناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، أقام فريق الهلال الأحمر العربي السوري بمدينة دير الزور نشاطا توعويا لتعريف الأطفال بمخاطر الألغام والمخلفات المتفجرة، تضمن عرضا مسرحيا ومعرضا للصور والأعمال اليدوية. التوعية من مخاطر الألغام، أنواع المخلفات، وين ممكن أنه أنا أشوفها أو ألاقيها، وطرق السلامة من هاي المخلفات. الهدف من هاي الفعالية أنه نوصل هاي الرسالة لأكبر عدد من الناس، نوخي نخليهم يتوخون الحذر من هذا الموضوع، وأهم شيء عندنا ينتبهون على موضوع الأطفال. هي كانت فعالية ممتازة جدا، هذا الوعي احنا عندنا كأمهات وكمربيات أجيال وهاي، بس الوعي لازم يكون وين؟ عند الأطفال. حملة مضمونة توعية ورفاهية وترفيه وتعليم. علمونا اليوم إنه ما نقدر على أي شغلة غريبة، إنه نتوقع من المخلفات المتفجرة، إنه لازم نحد من مخاطر الألغام، إنه نبتعد عن الألغام وما نقرب عليها، ومنشوف ماشي لها ونقترب عليها. علمنا إنه ما نقترب من الأشياء الغريبة أو نلمسها أو نحركها لأنها قد تتفجر علينا. يهدف هذا النشاط لتوعية الأطفال وإرشادهم إلى السلوك الصحيح والآمن في التعامل مع المخلفات المتفجرة والألغام. للإخبارية السورية، فراهيم الظلي، دير الزور.